مرحبا يا احلى شله. هذا الفيديو ما توقعت يجي يوم واصوره. صراحه هذا اصعب فيديو لإلي اني اصوره، بس مع ذلك رح اضلي مبتسمه لاني انا عودتكم على ابتسامتي وعلى انه تكون قناتي المكان اللي تروحوا له لتجيبوا طاقه ايجابيه. كان هدفي من قناتي اني اوصل بعض الافكار الايجابيه اللي بتخص مجتمعنا ليكون جيل المستقبل ايجابي اكثر ويكون مترابط عائليا اكثر ويقوم بافعال مفيده له ولمجتمعه. كثير كنت انبسط لما قالوا لي امهات انه بعد ما يشوفوا فيديوهاتي ونصايحي بناتهم يتشجعوا انهم يقراوا اكثر، يرتبوا غرفهم، يعني الفيديوهات جمعت العيله اكثر. رح اشتاق للحظات اللي كنت فيها معكم كأم هيلا. هيلا بنتي أم لطفي، شو فظيعة. الأخ الأب عصام، كيف بدنا ننسى عصام؟ مع السلامة. المهم هلا You can do it. Congratulations. كل هاي الشخصيات اللي أنا كنت أمثلها، شكرا على دعمكم الأربع سنين الماضية، كانوا أحلى أربع سنين بحياتي لأني كانوا معكم. بسبب دعمكم أنتوا اختاروني أمم المتحدة سفيرة التغيير لحقوق المرأة. حطوني مجلة فوربس من ضمن قائمة أكثر 10 سيدات عربيات تأثيراً بمواقع التواصل الاجتماعي، وكمان كنت من ضمن قائمة أكثر 100 شخص تأثيراً بدبي. شكراً. هلأ صار وقت بداية جديدة وتحدي جديد. بدي أنهي الفيديو بنصيحة واحدة، بس قبل بدي أقولكم أني هذا آخر فيديو بنزله على قناتي، وبتمنى أني أكون تركت بصمة إيجابية. بوجه كلامي للمرأة بمجتمعنا الذكوري اللي بيظلم المرأة، إذا عزمتي على هدف رح توصلي للي بدك إياه مع كل العوائق. بتمنى أوصل ليوم أنا عايشته أشوف المرأة أخذت حقوقها كما نص الإسلام وليس كما نص العرف. بحبكن من كل قلبي، بحبكن بحبكن وشكراً.